اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين بكم في حلقه جديده من برنامج من امريكا بعتذر طبعا لحضراتكم عن حلقة الأسبوع الماضي لأني الحقيقة تعرضت لي وعكة صحية كده وكان في عملية جراحية استلزمت فترة نقاها أسبوع فاضطرينا أنه ما نقدمش حلقة جديدة الأسبوع اللي فات لكن الحمد لله يعني على الشفاء وعلى نعمته اللي لا تحصى وأن أنا مع حضراتكم تاني في حلقة جديدة النهاردة في من أمريكا الحقيقة الأسبوع ده شهدت الانتخابات الرئاسية التمهيدية في الولايات المتحدة الأمريكية ولايتين كان بيتم فيهم التنافس هي ولاية كنتاكي وولاية أريغون الحزب الديمقراطي كان بيتنافس في بيرني ساندرز مع هيلاري كلينتون في ولايتي كنتاكي وأريغون أما الحزب الجمهوري فبيتنافس مع نفسه طبعا دونالد ترامب في ولاية أريغون وما كان في انتخابات في ولايه كنتاكي للحزب الجمهوري بالنسبه للحزب الديمقراطي ولايه كنتاكي التنافس ما بين سيناتور فيرمونت صاحب ال وسبعين سنه بيرني ساندرز وسيده البيت الابيض السابقه وزيره الخارجيه الامريكيه السابقه هيلاري كلينتون كان يعني تنافس طويل الامد الحقيقه فضلت ليلة طويلة الأصوات مرة لصالح بيرني ساندرز في الفرز ثم لصالح هيلاري كلينتون وكان الفارق يعني واحد في المية في المية ما بين الاثنين حتى استطاعت السيدة الأولى السابقة وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون انها تتفوق على بيرني ساندرز وتحصل على ولاية كنتاكي بنسبة وفارق ضئيل جدا نقدر نقول أنه يعني 46.8% في مقابل 46.3% لبيرني ساندرز يعني بفاصل 5% في المية في ولاية كنتاكي وكان الحقيقة فوز بصعوبة شديدة لهيلاري كلينتون على بيرني ساندرز اللي فاز عليها بفارق محترم في ولاية أريجون بتقريبا 47% لكلينتون 53% لبرني ساندرز يعني فارق حوالي 6% من الأصوات في ولاية أريجون فوزا مرتاحا زي ما بيقولوا طبعا يوميها خرج بيرني ساندرز في مؤتمر انتخابي حاشد في ولايه كاليفورنيا وفي الالاف من مؤيديه ومحبي وكان بيتكلم عن انه سيستمر حتى النهايه حتى الكونفنشن او المؤتمر الحزبي اللي هيكون للحزب الديمقراطي في جولاي او يوليو القادم. حتى آخر انتخابات حتم في الحزب الديمقراطي متمسك بيرني ساندرز أنه يكمل حتى النهاية يمكن يقدر يحصل على ترشيح الحزب لكن المحللين السياسيين والمتابعين للشأن الانتخابي في أمريكا بيقولوا أنه فرصه قليلة جدا للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات النهائية في نوفمبر القادم لأنه هيلاري كلينتون دلوقتي حضراتكم طبعا عارفين انه في الانتخابات الامريكيه لابد من حصول رقم ماجيك نمبر او رقم سحري معين لعدد المندوبين وكلمه مندوبين هي يعني ديليجيتس اللي هم الكبار قيادات الحزب المؤيدين لمرشح معين حتى يحصل على ترشيح الحزب لو اتكلمنا عن الحزب الديمقراطي ما زلنا بنتكلم عليه انه كلينتون الرقم السحري اللي المفروض تحصل عليه حتى تصل الى ترشيح الحزب النهائي هو 2000 383 ديليجيتس او مندوب حتى الان هيلاري كلينتون حصلت على 2289 بعد فوزها في ولايه كنتاكي يعني فاضل لها يعني عدد بسيط جدا يمكن 80 او يعني ما يقارب اقل من 80 في ديليجيتس عشان توصل للرقم السحري للترشح على بطاقه الحزب الديمقراطي اما بيرني ساندرز فحتى الان هو عنده 1500 29 في فارق كبير علشان يوصل للرقم السحري اللي هو 2283 لكن الفارق الكبير هنا هو ما يسمى بالسوبر ديليجيتس او المندوبين الكبار اللي هم يصل عددهم تقريبا المؤيدين لهيلاري كلينتون لاكثر من 500 سوبر ديليجيتس في مقابل 40 سوبر ديليجيتس أو مندوبين كبار بيأيدوا بيرني ساندرز وعشان كده هو غاضب ويشعر بأنه في اضطهاد من الحزب الديمقراطي بشأنه وبيتكلم عن أنه قيادات الحزب الديمقراطي لابد أنها تتابع رأي الشباب اللي هو يعني متحمس جدا لبيرني ساندرز بيرني ساندرز عامل موجة كبيرة من التأييد وسط أوساط الشباب شباب الجامعة آه والذكور البيض من العمر الكبير شويه اكثر من هيلاري كلينتون اللي آه بتفوز في وسط اكثر آه الافرو امريكان او الامريكيين من اصول افريقيه والسيدات ايضا كبار السن بيأيدوها اكثر لكن الشابات بيأيدوا بيرني ساندرز بشكل اكبر. احنا مكملين آه واضح مع بيرني ساندرز وهيلاري كلينتون فتره اطول حتى نهايه السباقات المتبقيه آه خليني اكلم حضراتكم عن الحزب الجمهوري وطبعا هو دونالد ترامب بينافس دونالد ترامب ما بقاش في حد غيره طبعا بعد انسحاب جون كيسك وتيد كروز في الاسابيع الماضيه هو طبعا حصل على ولايه اوريجون ب 66% من الاصوات وهو حتى الان هو المرشح المحتمل الوحيد للحزب الجمهوري وبذلك وصل الى 1143 ديليجيتس او مندوب عن الحزب الجمهوري عاوز يوصل للرقم السحري ال 1237 ليحصل على بطاقه الحزب النهائيه الحزب الجمهوري النهائيه للترشح امام هيلاري كلينتون بقى اللي هتوصل ان شاء الله بسرعه للرقم السحري ايضا من الحزب الديمقراطي، الحقيقه كان في اجتماع كمان هذا الاسبوع ما بين ثعلب الدبلوماسيه الامريكيه هنري كيسنجر ومع دونالد ترامب في محاوله ليه يعني ايه زي ما بيقولوا يعني تعريف دونالد ترامب ازاي يقدر يتكلم في السياسه الخارجيه ازاي يتعامل مع السياسه الخارجيه الامريكيه لانه الحقيقه تصريحاته في الفتره الاخيره اصابت الجميع بال يعني بالشلل خاصه لما قال انه هيقعد مع آآ 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 رئيس كوريا الشمالية وأيضا كمان كان له مواقف عدائية من ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني وقال أنه مش هيكون ما بيننا علاقات جيدة لأنه ديفيد كاميرون انتقد سياساته في ما يخص المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الخارج وأيضا حتى عمدة لندن صادق خان المسلم اللي تم انتخابه آه هذا الاسبوع ايضا كان له تعليقات ساخره جدا واتهم آه دونالد ترامب بالغباء وبالجهل آه بماهيه الاسلام حتى انه دعاه انه ياتي الى منزله ليرى ويجلس مع ابنائه ومع زوجته المسلمين ويعرف انه الاسلام ليس دين الارهاب وليس يعني محل اضطهاد من قبل الناس في المملكه المتحده طبعا بريطانيا. خليني اقول لحضراتكم انه الفتره اللي جايه هيبقى فيه بعض المنافسات الانتخابيه المهمه جدا في سبع ولايات ستجرى يوم 7 يونيو، الحقيقه الناس كلها منتظره ولايات كاليفورنيا، نيوجيرسي، مونتانا، داكوتا الجنوبيه، داكوتا الشماليه ونيو مكسيكو. هذه الولايات هيكون فيها أيضاً انتخابات مهمة. كاليفورنيا محطة مهمة جداً بالنسبة للديمقراطيين لأن فيها أكثر من 400 ديليجيتس أو مندوب يعني اللي بيحصل عليها او بيفوز فيها هيفوز بعدد هائل من او المندوبين وطبعا بيرني ساندرز قاتل نفسه علشان يفوز في كاليفورنيا علشان يحاول يحصل شويه الفرق بينه وبين آه هيلاري آه كلينتون لكنها هيلاري كلينتون ثابته باقدام ثابته جدا ومكمله والحقيقه فضلها نسبه بسيطه جدا حتى تحصل على ترشيح الحزب الديمقراطي لتنافس دونالد ترامب في نوفمبر، خليني اقول لحضراتكم ايضا عن حدث مهم جدا هو امريكي عربي حصل هذا الاسبوع وهو تصويت مجلس الشيوخ الامريكي على مسوده قانون يتيح مقاضاه السعوديه في احداث 9 11 او الحادي عشر من سبتمبر وحضراتكم فاكرين انه كان في اعتراض من البيت الابيض ومن الرئيس الامريكي باراك اوباما على هذا القانون والحقيقه كمان ده اللي صوت عليه مجلس الشيوخ الامريكي في انتظار تصويت مجلس النواب الامريكي ثم يعرض على الرئيس الامريكي اللي يهدد باستخدام حق النقد الفيتو ضد هذا القرار بعد طبعا غضب الاوساط في المملكه العربيه السعوديه وطبعا تتذكروا حضراتكم ان المملكه العربيه السعوديه قامت بالتهديد مسبقا بسحب ارصدتها من البنوك الامريكيه وهي تعد وتقدر بمليارات الدولارات وهو طبعا ما اثار يعني قلقا في الاوساط الامريكيه لكن الحقيقه ما زال هذا القانون بيتم الحديث عنه اذا كان تم تمريره في مجلس الشيوخ الامريكي وهو بمقتضى سيتم المفروض مقاضاه المملكه العربيه السعوديه او بعض الاسماء في الاسره الحاكمه او الحكومه السعوديه واخذ تعويضات لضحايا ناين 11 او احداث الحادي عشر من سبتمبر، ما زلنا في انتظار تصويت مجلس النواب ثم البيت الابيض، البعض بيقول انه سيتم التسويف حتى يكون هناك رئيس جديد للولايات المتحده الامريكيه مش باراك اوباما ولكن بقى هنشوف بقى هيلاري كلينتون او دونالد ترامب او مين اللي هيكون، كل هذه الامور الحقيقه هنتكلم فيها وهنناقشها مع حضراتكم ومع ضيفنا الكريم بعد الفاصل السيد الاستاذ صبحي غندور المحلل والكاتب السياسي ومدير مركز الحوار العربي الامريكي ده هيكون بعد الفاصل لكن كمان هيكون عندنا جلسة تأبين لأحد رموز الجالية العربية الأمريكية هو الدبلوماسي الكبير المخضرم والمفكر والسياسي العربي الكبير كلوفيس مقصود اللي وافته المنية هذا الأسبوع عن عمر يناهز 90 عاما كان فيها يمثل القومية العربية وكل ما يتعلق بأهمية القضية الفلسطينية اللي كانت في وجدانه كل عمره كان بيدافع عنها بحماسة شديدة ولا بصماته واياديه البيضاء الواضحه في الدبلوماسيه العربيه والدبلوماسيه اللي تتعلق بالقضايا كل ما يهم القضايا العربيه. هنشوف لقائنا مع الاستاذ صبحي غندور ومن بعده تقرير تابين السيد المفكر العربي الكبير كلوفيس مقصود. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الفقره التحليليه من برنامج من امريكا كما ذكرنا في المقدمه الاسبوع ده شهد المعركه كانت حاميه الوطيس في الحزب الديمقراطي بين المرشحه سيده البيت الابيض السابقه وايضا وزيره الخارجيه السابقه هيلاري كلينتون والمنافس العتيد سيناتور فيرمونت بيرني ساندرز وتقاسم الفوز في كنتاكي وفي اوريغون اما في الحزب الجمهوري فكان طبعا منفردا يعزف منفردا دونالد ترامب اكيد يعني حصل على عدد كبير من الديليجتس ايضا ربما يعني يبقى له حوالي 70 ديليجتس او مندوب يعني من مندوبين الحزب الكبار حتى يصل الى الماجيك نمبر او الرقم السحري في المقابل هيلاري كلينتون ايضا قريبه جدا من الوصول للرقم السحري في الحزب الديمقراطي دلالات هذه الانتخابات تبعتها ايه اللي هيحصل بعد كده هل سيستمر بيرني اللي كنا شايفينه في خطاب في كاليفورنيا وكانه هو احرز الفوز النهائي وسط يعني الالاف من مشجعي ومعظمهم كلهم يعني معظمهم من الشباب واللي كلهم حماسه كان يو فيل ذا بيرن هل هل هيستطيع ان هو يكمل قصاد هيلاري كلينتون هل هي ايضا من الذكاء ان قد تتخذه في بي او آه نائب رئيس على بطاقه الترشح اذا حصلت على الماجيك نمبر كل هذه الاسئله وغيرها حيشرفنا يكون معنا النهارده ضيفنا الكريم آه في الاستوديو الاستاذ صبحي غندور الكاتب والمحلل السياسي ومدير مركز الحوار العربي الامريكي اهلا بحضرتك شكرا لك اهلا بك آه استاذ صبحي يعني من خلال متابعتك للانتخابات هذا الاسبوع كنتاكي واوريغون دلالات فوز هيلاري كلينتون في كنتاكي بصعوبه شديده وفوز بيرني ساندرز في اوريغون بفارق جيد يعني وطبعا شفت اكيد المؤتمر الانتخابي اللي كان في كاليفورنيا اللي كان حاشدا لبيرني ساندرز وتصميمه على الاستكمال حتى مؤتمر الحزب في جولاي تعليق حضرتك كمواطن عربي امريكي اولا شكرا لك طبعا على هذه الاستضافه انا اعتبر وجود بيرني ساندرز في هذه الانتخابات الامريكيه تعبير عن تيار هذا التيار هو فيه شيء من ردة الفعل للحالة الأخرى المعاكسة في الحزب الجمهوري يعني أرى أنه دونالد ترامب يمثل فعلا ما هو حدث في السنوات العشر أو الخمسة عشر الماضية من اندفاع الحزب الجمهوري بان يكون بحاله اليمين المتهور يعني والمحافظ المتهور، وجدنا ذلك اولا في حزب الشاي في فتره من الفترات والان نجد ذلك من ظاهره ترامب نفسها يعني، فيها شيء من الانقلاب على ما هو عليه كان الحزب الجمهوري، فيها شيء من التمرد على قيادات الحزب الجمهوري، فيها شيء ايضا في رايي من محاوله للخروج بحاله مختلفه بعيده عن ما يسمى في تقليد التقليديين او السياسيين التقليديين بان يكون هذا رجل اعمال ليس له اي خبره سياسيه، الان مقابل هذه الظاهره اجد ايضا هناك يعني مقابل اليمين المتهور اجد يسار متنور اذا صح التعبير، اجد ان ساندرز يمثل فعلا بدايه لنمو ظاهرة في المجتمع الأمريكي لم تكن في السابق مسموح بها يعني كان يعتبر في السابق أي شخص تحدث عن العدالة الاجتماعية بما في ذلك أوباما حينما مم. تحدث نعم. عن ذلك اتهم بأنه لا. شيوعي واشتراكي فتخيل يعني الآن كيف هذا الفارق الكبير في المجتمع الأمريكي أن تكون طروحات ساندرز مقبولة من الأمريكيين من ملايين الأمريكيين خاصة كما أشرت سجيهان من جيل الشباب والطلبة وغيرهم يعني هؤلاء في رأيي يعبرون عن بداية لتيار متنور يساري بهذا الطابع في داخل الولايات المتحدة لكن نتحدث عن نقيضين هنا نعم. أجد هيلاري كلينتون هي في منزلة ما بين المنزلتين هي لا تريد أن تكون في موقع ساندرز الاجتماعي والعقائدي والفكري الذي هو عليه ولا تريد طبعا أن تكون في الحالة التي عليها دونالد ترامب ويمثلهم فاجد ان الانتخابات ربما لو فيها ثلاثه وليس اثنين فقط بهذا المعنى يعني لو لو ساندرز لا اعرف اذا كان درس ذلك ام لا يرشح نفسه كمستقل بان يخرج من ترشيح الحزب الديمقراطي ويرشح نفسه كمستقل ربما لوجدت فعلا ان هناك من يمثل هذه التيارات الثلاث في الولايات المتحده كنت وجدت هذا اليمين متهور ترامب وجدت بدايه هذا اليسار المتنور من خلال ساندرز والتيار الوسطي بهذا المعنى التقليدي الذي تمثله كلينتون، لكن واقع الحال طبعا ليس ذلك، واقع الحال اننا نجد ترامب هو الان يحوز طبعا على تسميه الحزب الجمهوري ان كانوا رغبوا ذلك او رفضوا قيادات الحزب الجمهوري ونجد على الضفه الاخرى ان ساندرز مستمر وفي رايي سيستمر للحظه المؤتمر لانه كونه يمثل هذا التيار ولا يعتبر نفسه يعني مجرد مرشح كشخص اعتقد انه سيحرص على تمثيل هذا التيار بقوه اكبر في داخل المؤتمر العام في تموز يوليو القادم لذلك يعني نتوقع انه بعد ثلاثه اسابيع هناك ايضا انتخابات تمهيديه انه سيستمر فيها وانه ايضا سيحصل على عدد من المندوبين ولكن يعني نقطه الفصل ستكون في تموز جولاي حينما يتم انعقاد هذا المؤتمر جميل المؤيدين ساندرز استاذ صبحي الحقيقه عندهم حماسه شديده حتى المؤتمرات اللي بيحضرها بيرني ساندرز بتتميز باكثر حماسه من هيلاري ومن ترامب حتى بالامس كان في بعض الجدل حول بعض العبارات اللي بتتميز بالتهديد او العنف لاحدى الممثلات من الحزب الديمقراطي كانت في ولايه نيفادا واتهم ساندرز بانه لم يردع مؤيديه عن انه يقوموا بتهديد هذه السيده ويعني الميديا الامريكيه عملت منها يعني حكايه وقصه كبيره هؤلاء المؤيدين اذا لم يحصل ساندرز على ترشيح الحزب واذا فضل السوبر ديليجيتس او المندوبين الكبار يقفوا بكل هذا الكم مع هيلاري كلينتون برأيك اين هذا السؤال مهم لانه في تقديري اعداد كبيره منهم لن تشارك في التصويت سيقاطعوا يعني. نعم رأيك. يعني ليست مقاطعه مقدار ما هي شعور بعدم يعني تمثيل من خلال كلينتون عدم الرضا يعني نعم آه. وان ان كلينتون لا تمثلهم وان ترامب م. لا يمثلهم وبالتالي ربما يبقوا في منازلهم ولا يشاركوا في التصويت هذه هذه خساره كبيره للديمقراطيين يعني انا في رايي اذا كان في المؤتمر الحزبي العام القادم في الصيف إذا اتفقوا على أن يكون ساندرز نائب نعم. للرئيس يعني كاسمين يعني يدخلوا في الانتخابات في بطاقة يعني. واحدة بطاقة واحدة نعم. هيلاري كلينتون كمرشح للرئاسة وساندرس كمرشح لنائب الرئيس أنا أعتقد ممكن جلب كل هؤلاء للآن للتصويت للانتخابات لصالح الحزب الديمقراطي لكن في حال عدم وجوده في الانتخابات فعلا هناك أعداد يعني كبيرة من الشباب خاصة من الطلبة لن يذهبوا للتصويت لكلينتون لا يروا فيها أن هي التي تمثل ما هم يطمحون إليه في داخل المجتمع الأمريكي هذه الحالة أيضاً تنطبق على الجمهوريين جيهان، يعني في داخل الحزب الجمهوري هناك أشخاص ربما لا يذهبوا للتصويت أو حتى القاعدة الشعبية نعم. لا تذهب لترامب لأنها لا تعتبر أن ترامب يمثلها. وقيادات من الحزب الكبيرة ميت رومني، جون ماكين، بوش. نعم يعني هؤلاء كأسماء ربما تعطي قيمة ولكن أنا أتحدث صحيح. عن القاعدة الشعبية التي ستذهب للتصويت، سنجد في الحزبين من سيقاطع إذا كانت الانتخابات هي ما بين ترامب وما بين كلينتون. مم. الحيوية ستعطى لهذه الانتخابات إذا خرج المرشح الثالث. والذي يعني اتمنى ان يكون هو ساندرز ربما بتتوقع حضرتك يمكن نشوف بعد يعني ايام انه يطلع يفكر انه يرشح نفسه مستقلا وتبقى حضرتك تنبأت يعني تأكدي تماما <applause> حياخذ من الحزبين يعني انه سيكون هناك من من الجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين وهؤلاء غالبيه سيعطون لساندرز يعني لا اعرف اذا كان هذه الارقام قد جرت تداولها في السابق في في برنامجك لكن الحزب الديمقراطي المسجلين فيه للتصويت هم حوالي 27% من الذين يحق لهم التصويت في الولايات المتحده الحزب الديمقراطي حوالي 29% الباقي من الذين يعني يحق لهم التصويت هم من المستقلين لا. هم من الاشخاص الذين عاده لا يذهبون الى صناديق الاقتراع قسم منهم يذهب يعني ويحسم الامور لكن الانتخابات عاده في نوفمبر هي خاصه الانتخابات الرئاسيه هي من يعني من يحسمها اصوات المستقلين لان من هم من الحزب الديمقراطي ومن هم الحزب الجمهوري لا يشكلون اكثر من حوالي 60% من الذين يحق لهم التصويت معروف حيصوتوا فين مثلا لكن كل واحد آه منهم معروف اين سيصوت فالذي يحسم دائما لذلك تجدين في الانتخابات الرئاسيه الامريكيه ان الرئيس قد فاز بنسبه 53% او 54% وليس طبعا 80 او 90% نعم. السبب فيها ان هناك يعني عدد ثابت بلوك للحزب ياتي بمجموعات اخرى من المستقلين ويصوتون الى جانبه هكذا مثلا نعم. فاز اوباما في الانتخابات لمرتين في السابق يعني من خلال اصوات المستقلين اكثر مما هم اعتماد على الحزبيين فقط جميل هيلاري كلينتون تجد صعوبه شديده في الفوز بفارق كبير في عدد من الولايات على بيرني ساندرز وده البعض بيقول انه طب هي لما مش قادره تفوز على بيرني ساندرز اللي هم يعني الاثنين من الحزب الديمقراطي كيف لها ان تستطيع ان تفوز على دونالد ترامب اللي يعني عنده برضو موجه عاليه جدا من التاييد من بعض الناس كتير من العنصريين خاصه من بيؤمنوا ال... بالافكار اللي انه ليس ك... يعني المواطن الامريكي الابيض المسيحي هو الذي له حق الحياه الباقي كله مواطن من الدرجه الثانيه حضرتك شايف انه يعني هي اذا كانت هي المرشحه بدون بيرني ساندرز وامامها دونالد ترامب لمن ستكون الغلبه في هذه الحاله لانه كمان دونالد ترامب زي بيرني ساندرز مع النقيض زي ما سيادتك قلت لكن عنده موجه تاييد كبيره خرجت كل ما كان مكبوتا داخل بعض الامريكيين من العنصريه تجاه كل ما هو غير مواطن ابيض امريكي مسيحي فقط يعني شايفها ازاي النتيجه في نوفمبر؟ هناك متغيرات نعم. في المجتمع الامريكي يعني ما تتحدثين عنه اخ جهان له علاقه فيما يسمى بالواسب يعني البيض الذين جاءوا من اصول نعم. آه اوروبيه اوروبيه نعم. ومسيحيين بروتستانت تحديدا يعني يعني ليس فقط مسيحيين يعني هناك صراعات تاريخية حدثت في الولايات المتحدة بين, البروتستانت البروتستان والكاثوليك يعني وهذا أمر كان فيه يعني شيء من أيضا رفض لأن يأتي للمجتمع الأمريكي هذه الأعداد الضخمة من الأيرلنديين الكاثوليك يعني أو من الإيطاليين الكاثوليك فهذا حتى كندي لما جيت رشح تماماً كانوا بيتهموا الـ أول الـ الرئيس الكاثوليكي نعم مش هو اول مرشح مم واخر مرشح كاثوليكي في الولايات المتحده صحيح يعني المرشح من ترشحوا للرئاسه الامريكيه من الطائفه المسيحيه البروتستانتيه وليس من الكاثوليكيه باستثناء كندي الامر نفسه ينطبق حتى بالنسبه للجغرافيا يعني كان كان كارتر اول رئيس ياتي من ولايه جنوبيه بعد الحرب الاهليه الامريكيه يعني ولم ياتي شخص اخر غيره الآن المتغيرات عم تحدث في المجتمع الأمريكي، هناك غالبية أنا في رأيي الآن في المجتمع الأمريكي غير هذه الغالبية الأصولية إذا صح التعبير، هؤلاء الذين أتوا بأوماما حلو تعبير يعني الأصولية ه ه يعني أصل أقدرك أمريكا. علي <applause> يعني أصل أمريكا بهذا <applause> المعنى نعم بروتستانت <applause> آه بيض طبعا يعني هذا واقع الحال الأوروبيين الآن هذا تغير يعني تغير مع مر العقود والسنين الماضية الآن الغالبية يقال بعام 2050 ربما تكون من أصول إسبانية أمريكية أمريكا اللاتينية يعني بهذا المعنى يعني الذين يتحدثون باللغة الإسبانية هناك تغيرات في رأيي عم تساعد لتيار ساندرز عم تساعد لتيار الحزب الديمقراطي وليس لصالح ما كنت أشير إليه للتيار ترامب, ترامب الذي هو عليه يعني ما كنت تتخوفين منه بالانتخابات القادمة لن يحصل أنه كلينتون حتى لو بدون ساندرز ستبقى في موقع قوي مقابل أمام ترامب. ترامب امام ترامب بالسبب هالمتغيرات يعني هناك الاقليات بهذا المعنى يعني ان كانوا من دول امريكا اللاتينيه من الصين من غيرها من العرب من مناطق افريقيا او غيرها هؤلاء يعطون الان اصوات للحزب الديمقراطي اكثر مما يعطوا للحزب الجمهوري الشباب والطلبة عادة يعطوا أكثر للحزب الديمقراطي مما يعطوا للحزب الجمهوري النساء عادة يعطوا أكثر أيضا خاصة بحالة كلينتون الآن فهناك كتل بهذا المعنى شعبية كبيرة ستعطي هيلاري كلينتون بغض النظر الآن عن ساندرز وما يمثله من تيار قوي يعني إن كان معه أو لم يكن معها يعني. فأعتقد يعني الانتخابات القادمة إذا حصرت بين كلينتون وترامب ستكون كلينتون هي الرئيسة في البيت الأبيض. يعني بحكم دراسة هذا الواقع الأمريكي الذي يتغير لكن الخطورة على الجانب الجمهوري أيضا أنه منذ 11 سبتمبر 2001 اختلط موضوع الأمن بالتركيبة التي نتحدث عنها الولايات المتحدة يعني هناك الآن قناعة عند عدد كبير من الأمريكيين أنه لا, لا نحتاج إلى مهاجرين جدد وهذا ما يطرحه ترامب يعني ضد كل أنواع المهاجرين أنا نخاف أنا من منهم جماعات يأتون من المسلمين والعالم الإسلامي ليقوموا بأعمال إرهاب أو غيره فالذي يتحدث عنه ترامب ليس فقط فورات خطابية له أنا في رأيي أيضا أسس ويعني مضامين في داخل هذا المجتمع الأمريكي في هذا التيار الذي أشير إليه منذ 11 سبتمبر 2001. ونماها طبعا كل ما يحدث في العالم من عمليات إرهابية. تماما وما يحدث حتى في أمريكا كما حدث طبعا في, في, في كاليفورنيا. سان مثلا نا وغيره. طيب لحضرتك مقال مميز الحقيقة اسمه عربي. يصوت كيف يصوت عربي ليهودي او في لا امريكا لا بما معناه انه في عدد او في موجه بين العرب الامريكيين او العرب امريكانز يعني انه التصويت لبرني ساندرز على الرغم من انه يهودي الديانه طبعا نحترم كل الاديان ولكن ازاي حضرتك وصفت هذا الموضوع وتداعياته على العرب الامريكان، هل هو تغير في الافكار او انه الرجل نفسه هو يحمل قيمه مختلفه عن ما كان يمثله الاستيريوتايب او الشكل السائد لليهودي في العقيده العربيه او المسلمين. هذا سؤال مهم جدا يعني، الحقيقه كان المقال تحت عنوان حينما يصوت عربي ليهودي في الانتخابات الامريكيه. صحيح. تفسيرها الظاهره من وجهه نظري يعني. هي شهاده الاثنين معا شهاده الامريكيين العرب الذين من اصول عربيه وشهاده لساندرز نفسه نعم. يعني ما كان ممكن لهم ان يصوتوا لساندرز لو لم يسمعوا منه ما قاله عن القضيه الفلسطينيه فحيح. مثلا حينما هو تحدى كلينتون في اكثر من مناظره تلفزيونيه بانك انت لن تاتي على سيره الشعب الفلسطيني ومظالم الشعب الفلسطيني هذا كان موقف بطولي طيب. له يسجل طيب. طيب. له لانه ج... يعني نحن في المنطقه العربيه للاسف الان همشنا القضيه الفلسطينيه بسبب حروب وصراعات اهليه فان ياتي مرشح في داخل الولايات المتحده ويعيد احياء هذا الموضوع وسط الراي العام الامريكي والاعلام الامريكي هذا امر مهم حينما يتحدث عن حق الدولتين وجود دولة فلسطينيه والى هذا البرنامج الذي يطرحه على المستوى الاجتماعي حتى من الناحيه يعني الاجتماعيه والعداله والى اخره رفضه للحروب بما فيه الحرب على العراق يعني هو يقول لك لنتن انت صوتتي لصالح الحرب على العراق قالت لا تصوتها على الحرب للعراق تطاردها في كل نعم مكان حتى حقيقة. فعل ذلك اوباما مع هذا التسكري عام 2008 فهذه المواقف التي فيها رفض ل التدخل العسكري الامريكي في دول في العالم التي فيها ادانه عمليا لسياسات سابقه ارتكبت من قبل الادارات الامريكيه، التي فيها حديث عن الشعب الفلسطيني وعن الدوله الفلسطينيه، من الطبيعي ان تكون لها صدى ان يكون لها صدى ايجابي وسط الامريكيين العرب وفي راي عموم من هم يساندون هذه القضايا، هي ايضا شهاده الأمريكيين العرب انهم لا يتصرفوا على اساس عنصري او او ديني او طائفي، يعني انا اذكر حينما رشح الجور عام 2000 جو ليبرمان معه مم. كنت من الرافضين طبعا للتصويت لال جور وصوت لرالف نادر وكثيرين من العرب فعلوا ذلك ما كان رالف نادر هو المرشح الثالث أنا ذاك ضد جورج بوش الابن وضد ال جور اختيار ال جور لجو ليبرمان كان خطا مم... خطا مميتا مم. ليس فقط بالنسبه لتوجهات العرب يعني بهذا المعنى لانه كان من اصول طبعا هو من ديانه يهوديه جو ليبرمان لكن مواقفه كانت بالكامل مواقف اللوبي الاسرائيلي في الولايات المتحده، واستمر على هذا النهج، خرج من الحزب الديمقراطي واستمر على هذا النهج، <applause> وهو يذهب عاده الان أن لبرمان مع مكين الى كانوا يذهبوا الى سوريا ويتحدثوا بمواقف انه يجب ضرب المقاومه وحزب الله في لبنان وحماس وان اسرائيل هي الصديق، هذا المنطق مثلا رُبط عند الكسرين بين من هو مرشح يهودي وبين من هو على موقف إسرائيلي فأعتقد الآن قدرة الجالية العربية والإسلامية في أمريكا أن تميز بين الموقف السياسي وبين الانتماء الديني يعني تماما كما طالبنا كل الشعب الأمريكي أن يميز عام 2008 بين أنه أوباما من والد مسلم وبين أن المواقف التي هو يطرحها فالمعيار هو هذه المواقف وليس المعيار طبعا من أي أصول دينية أو عرقية أو إثنية جاء من هذا المرشح أو جميل أستاذ صبحي حضرتك طبعا يعني مواطن عربي أمريكي و متابع للانتخابات الأمريكية لسنوات طويلة وعارف كويس قوي أنه الإيباك والمنظمات الصهيونية وكل من هم يعني لهم أموال أو يعني سوبر باك وما غيره بيدعموا المرشحة هيلاري كلينتون في مقابل بيرني ساندرز هل برأيك أنه لو فكر أنه يترشح مستقل أو أنه بعض السوبر ديليجيتس اه غيروا رايهم لاي سبب من الاسباب ورشحوا بيرني ساندرز هل هيكون له حظوظ في الفوز لانه بسبب الوضع المالي يعني مش المالي بسبب تاييد الايباك وكل من هو يعني كقوه ضغط يعني في. اه ليه هيلاري كلينتون وده شيء معروف يعني واضح يعني حتى انه بيرني ساندرز لم يذهب الى الايباك و يعني يقدم القرابين كما فعل كل المرشحين صحيح. حتى هيلاري كلينتون وطبعا الباقيين كلهم ف شايفها ازاي يعني هل هو قد يكون له فرصه اذا كان مرشح مستقل امام تيار الايباك وغيره من الصهاينه الموجودين في امريكا واللي عندهم اموال يعني يقدروا انهم يدعموا بها منافس انا اعتقد هو ليس بحاجه لهذه الاموال اولا جانب المالي لانه هو استطاع ان يجمع على المستوى الشعبي عدد كبير من ملايين الدولارات هي تغطي حملته الانتخابية الآن وحتى فاجأت يعني هذه التبرعات كلينتون وإدارة حملتها لأن حتى يعني تفوق أحيانا عما تصل تبرعات لهيلاري كلينتون نفسها حتى من هذه القوى لكن الجانب السياسي والإعلامي هنا هو مهم في أي انتخابات رئاسية أمريكية دور تأثير يعني دور وتأثير هذه القوى الضاغطة ليس فقط اللوبي الاسرائيلي، يعني من يملكون محطات التلفزه في الولايات المتحده هي شركات كبرى هو يناهضها في سياساته. حينما يتحدث هو ضد وول ستريت وجماعات البورصه وغيرها في نيويورك هو يعني يتحدث ضد قوى تملك الاعلام في الولايات المتحده، تملك فعلا مؤسسات كبرى في عموم الولايات المتحده. هل هذا يعتبر عندها يعني حاجز امام الوصول للرئاسه؟ لا اعتقد ذلك لانه ايضا حدث امر مشابه مع اوباما نفسه وحينما اوجد هذا التيار خلفي عام 2008 تحول هذا التيار الى قوه ضاغطه على وسائل الاعلام نفسها حدث ذلك مع ترامب نفسه يعني ترامب بحكم ما هو كان يطرحه طرح نفسه على الاعلام الامريكي بدون ان يكون حتى يدفع ولا دولار واحد صحيح. يعني واستفاد منها هل... نعم من هذا الأ... فالخروج عن ما هو تقليدي آه ان كان عند ترامب او عند ساندرز سيفرض على الاعلام التغطيه وسيؤدي إلى وجود قاعدة شعبية تدفع هذا الألام إلى التغطية قوة تأثير اللوبي ستأتي فيما بعد حينما يكون كرئيس كما هو مشكلة الآن أوباما قوة ضغط مشكلتها بالتصويت في الكونغرس يعني قوتها في التصويت في الكونغرس أما في الانتخابات أنا لا أعتقد أنها تستطيع أن تحسم من يكون هو المرشح هي تمول وليس أكثر تؤثر إعلاميا ولكن ليس أكثر يعني. جميل بالحديث عن الكونغرس حضرتك متابعة لحديثك صدر هذا الأسبوع قرار من مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة على السماح لضحايا 9-11 أو أحداث الحادي عشر من سبتمبر أيلول بمقاضاة يعني بعض الاسماء في المملكه العربيه السعوديه واخذ تعويضات منهم يعني تداعيات هذا الموضوع طبعا احنا عارفين انه في لسه تصويت في الكونجرس ثم البيت الابيض صحيح. حضرتك شايف الموضوع ده ازاي وتاثيراته ايه وتداعياته ايه على العلاقات الامريكيه السعوديه هناك تساؤلات كبيره على هذا الموضوع يعني ليست هناك اجابات بعد عليها يعني مثلا غالبيه الجمهوريين في الكونغرس ان كان مجلس النواب او مجلس الشيوخ ضد اداره اوباما بتوقيع الاتفاق الذي حدث مع ايران طبع. وهذا يعني انهم اتفقوا مع الموقف السعودي والاسرائيلي الذي كان متحفظ على الاتفاقيه مع ايران غالبيه الجمهوريين في الكونغرس ضد سياسه اوباما في سوريا والخلاف بين اداره اوباما والسعوديه له علاقه في كيفيه التعامل مع الملف السوري والملف نعم. اليمني نعم. من هذه التساؤلات انه كيف اجتمع كل من هو في الحزب الديمقراطي وفي الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ وصوتوا بالاجماع لصالح هذا القرار يعني هل الجمهوريين هم يريدون معاقبه السعوديه على ماذا لا اعرف لكن اذا كانت على المواقف الاخيره المختلف عليها بين اداره اوباما والسعوديه فيجب على الجمهوريين ان يمنعوا هذا المشروع لانهم يجب ان يكونوا في حاله الدعم للموقف السعودي ضد, ضد اداره أوباما. اوباما، لكن ليس هذا واقع الحال. هذا يعني ان هناك مسائل في رايي خرجت من النطاق السياسي، واعتقد هي مس... يعني ربما وضعها في مسالتين، الاولى ان 15 من 19 الذين قاموا باعمال 11 سبتمبر 2001 الارهابيه هم من الجنسيه السعوديه. وهؤلاء ال 15 كان يعني يترددون على الولايات المتحده او يعيشون فيها، وعاده اي سفاره سعوديه في العالم تتابع شان السعوديين الذين ياتوا الى البلد الذي فيه السفاره وخاصه في الولايات المتحده، يعني من الطلبه المبتعثين، من من السواح من كله يسجل نفسه في السفاره بانه هو موجود ويقيم اتصالات احيانا. السفارات السعوديه عاده تساعد مواطنيها اذا احتاجوا الى شيء في هذه البلدان. حتما حصل اتصال بين هؤلاء عشر وبين مسؤولين السعوديين. لكن هل اخذوا قرار بانه يقوموا بهذه العمليات؟ لا اعرف يعني ليس هناك حتى في الكونغرس من يحمل المسؤوليه للحكومه السعوديه او للقياده السعوديه هو الحديث عن دور السعودي فهذا عنصر اول او مساله اولى المساله الثانيه وهي ايضا مهمه وخطره هي الفكر الوهابي يعني هذا الفكر هو نفسه على سبيل المثال الذي اخرج جماعات القاعده من افغانستان هو الذي ايضا حولها في طالبان الى التي كانت عليها افغانستان في طالبان ايام طالبان هو نفسه الذي اخرج القاعده من العراق يعني هذا الفكر يعني ان كنا سميناه الوهابي او السلفي او غيره في النتيجه الان هو يعني افرز جماعات اسلاميه متطرفه تمارس العنف وترى في المسيحي وفي اليهودي كافر يجب قتله والاخر وترى في حتى المختلف في المذهب عن حتى المسلم المختلف معهم يجب قتله المختلف مع الفكر نعم الوهابي يدان صحيح. فالفكر نفسه انا في رايي داخل الولايات المتحده يعتبر بنظر الكثير من الامريكيين بما فيهم الرئيس اوباما الذي اعطى حتى حديثا في اشاره لما اقول اتلانتيك مجله, مجلة اتلانتيك, انه هذا الفكر يتحمل مسؤوليه الان ما بين الفكر وما بين ما كنت اشير اليها عن العلاقات التي حتما حصلت مع ال15 هناك امور انا في رايي على المملكه العربيه السعوديه ان توضحها يعني لازم لماذا تمانع في نشر ما يسمى ب 28 صفحه من التقرير والاخير واذا كانت لا تمانع فلتقل لإدارة أوباما انشروا هذه الصفحات, الصفحات. جميل آه، نرجع مرة تانية لفكرة الانتخابات الأمريكية وتوحيد الحزبين آه، في بداية الأمر كان المتابعين للشأن والانتخابات التمهيدية بيعتقدوا أنه هناك جدل كبير وخصومات كبيرة ويعني نوع من أنواع التنافس الشديد في الحزب الجمهوري بين كروز وروبيو ثم ترامب ثم الآن أصبح ترامب منفردا حتى هو اليوم يجلس مع هنري كيسنجر وده طبعا يعني ثعلب الدبلوماسية الأمريكية لكن الحزب غير قادر على التوحد حتى الآن كما ذكرت حضرتك بشأن ترامب على الجانب الآخر نفس الشيء ده بيرني ساندرز وهيلاري كلينتون دول دي له لها مؤيدين وهو له مؤيدين والاشتعال الموضوع بيزيد اكتر في الحزب الديمقراطي فكره يونيفاينج ذا بارتي حضرتك شايفها ازاي من الحزبين ايهما اقرب لليونيتي او التوحد وايهما هنشهد بقى صراعات حتى مؤتمر الحزب في جولاي او يوليو القادم الحقيقه اللي انا شايفه انه ليس التوحد هو اللي قادم عليه اي من الحزبين هو الانقسام وليس التوحد وهذا تداعي يحدث بالتقسيط على مراحل بين هيلين كنت عم تشير لهنري كيسنجر انه اجتمع مع ترامب هي نفسها هيلاري كلينتون كانت تعتبره انه من ايضا من المراجع المهمه لها يعني ف مستغرب انه هو نقطه جمع بينهما يعني مهم آه انا اعتقد ما كنا نتحدث عنه في بداياتنا يعني عم نتحدث عن مراحل عم يختلف فيها كل حزب عن الحزبين بدرجات كبيره يعني كنا في التسعينات على سبيل المثال نرى من الصعوبه التمييز بين برنامج الحزب الديمقراطي وبين برنامج الحزب الجمهوري لا في القضايا الداخليه الاجتماعيه ولا في السياسه الخارجيه ولا بالموقف الاسرائيلي ولا كل القضايا كنا نرى وكانك يعني كاننا نقرا حزب, برنامج واحد. حزب واحد يعني م. ونرى اختلافات محدوده جدا ما حدث بعد 11 سبتمبر 2001 انا برايي اعطى فارق كبير لانه الحزب الجمهوري الذي كان يقوده جورج بوش الابن انذاك راح بحروب استباقيه وخراب خراب كبير للاقتصاد الامريكي يعني عمل شيء من الانهيار الاقتصاد الامريكي بالمقابل هذا يولد ردة فعل داخل الحزب ويولد ردة فعل عند الحزب المضاد وجدنا ايضا في الحزب الديمقراطي شعور بأنه حتى عفواً بالحزب الجمهوري بدأت ظاهرة حزب الشاي وحصل مشكل كبير بين الجمهوري باينر الذي كان رئيس لمجلس النواب وبين حزب الشاي في داخل الحزب نفسه في داخل مجلس النواب نفسه هذا يعبر عن الانقسام ليس شكلي أصبح انقسام عقائدي أصبح انقسام فكري بهذا المعنى هذا وبده يكبر أكثر لذلك وجدنا ترامب هو الذي عم يتفوق في الحالة الأخرى أيضاً في الحزب الديمقراطي أجل حالة مشابهة. انا اتوقع يعني عمليا نهايه حكم الحزبين في الولايات المتحده م. هل سنشهد حزب ثالث وحزب رابع يعني ليش كنا نتحدث عن ساندرز لو يشكل حزب ثالث مهما كان تسميته مستقل, أو أي مستقل كان. آه. فسيكون هناك امكانيه لان تكون في الولايات المتحده صراع احزاب كبار استاذ صبحي الحقيقه يعني خليني اعزي حضرتك واعزي الجاليه العربيه الامريكيه اللي فقدت هذا الاسبوع واحد من من اهم رموز هذه الجاليه العربيه الامريكيه عميد الدبلوماسيه العربيه في امريكا ال يعني الناس كلها كانت بتحبه السيد طبعا كلوفيس مقصود وانا عارفه ان حضرتك النهارده منظم في مركز الحوار العربي الامريكي جلسه تابين وندوه تابين لهذا الفقيد الكبير الراحل لو تقدم لنا عنه كلمة وتقول للسادة المشاهدين من هو كلوفيس مقصود هي أمسية تكريم فكر كلوفيس مقصود يعني المحاولة كانت أن ندخل في نطاق التأبين لأنه أنا أعتقد يعني ما هو يحصل مع الرجال الكبار الذين يعني لهم آثار كبيرة إن كانت فكرية أو سياسية أنا في رأيي هؤلاء لا يموتون يعني فكرهم مستمر يكون وكل ما قدموه في حياتهم يبقى ملك للبشريه وخاصه لمن هم يهتمون فيهم يعني نحن بعد مئة عام نتحدث الان عن الشيخ محمد عبده في مصر نتحدث عن الكواكب نتحدث جبران خليل جبران عن الريحاني هؤلاء توفوا من مئة عام تقريبا ورغم ذلك ما زال فكرهم وتراثهم وما كتبوه وما فعلوا جلوبيس مقصود يدخل في هذا الاطار رحمه الله يعني هو هو كان في رأي حالة نموذجية في كل موقع من أو موهب من موهبة من مواهبه يعني هو كان صحافي ناجح حينما كان في الأهرام مع محمد حسين هيك الله يرحمه حينما كان في جريدة النهار أيضا كان يعمل كان نموذجا أيضا للسفراء والدبلوماسيين حينما اختاروا عبد الناصر أن يكون سفيرا للجامعة العربية في الهند في مطلع الستينات قبل أن يعود ويعمل في الصحافة فيما بعد حينما كان سفيراً للجامعة العربية في نيويورك وفي واشنطن كان أبرز السفراء العرب وكان يعني مناكف قوي لنتنياهو في الأمم المتحدة ما كان يمثل إسرائيل في الأمم المتحدة. وجدنا في كل هذه المحافل التي كان فيها صحافية بهذا المعنى دبلوماسيه سياسيه، وجدناه وهو استاذ جامعي صاحب تأثير كبير على طلبته في داخل الجامعه الامريكيه في واشنطن، وانه اسس مركز لجنوب الارض هناك وحول الموضوع يعني من شرق وغرب الى شمال وجنوب يعني وضع الحديث عن البعد السياسي بين الشرق والغرب تحدث عن مشكلات الفقر ما بين الشمال الأرض وبين جنوب الأرض يعني هذه الأبعاد وجدناها ولكن أنا في رأيي البعد المهم فيه أنه أخرج يعني كثير من المفاهيم من دوائرها الضيقة هو مسيحي لبناني ماروني وهو أخرج هذه يعني اللبنانية المسيحية المارونية من الدائرة الضيقة إلى الدائرة الإنسانية الأوسع لكن الأساس فيها عنده كان موضوع العروبة يعني حينما يتحدث كان عن موضوع الأوروبا لا يتحدث عن شيء هامشي في حياته ويتحدث عنها كان كفكر كممارسه طبقها عمليا وكتب الكثير عنها يعني فاعتقد يعني سيبقى في انطباع الكثيرين عن جلوفيس مقصود انه هذا الانسان العربي قبل اي شيء اخر ولكن في عروبته لا كان القضية الفلسطينية محور خاص يعني كان دائما يعتبر البوصلة هي فلسطين وكان كتاباته الأخيرة التي أرسلناها من مركز الحوار تتحدث عن مخاطر انه الان يتم ضم الجولان ويقف نتنياهو في الجولان ويجتمع مجلس الوزراء الاسرائيلي في الجولان ويقول انه باقي الى الابد مع وان العالم لا يهتم وكان يسأل انه اين اصبحت يعني اين اصبح الصراع العربي الصهيوني والصراع العربي الاسرائيلي واين اصبح القضيه الفلسطينيه فبقي حتى اللحظه الاخيره من حياته ان ان البوصله عنده هي فلسطين يعني وليس طبعا للاسف كما واقع حال العرب الان حيث البوصله تحولت ضد العربي الاخر والمواطن الاخر والانسان الاخر في داخل أوطاننا الآن جميل إذا أستاذ صبحي غندور مدير مركز الحوار العربي الأمريكي الكاتب والمحلل السياسي بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة شكراً واسمح لنا أنا وحضرتك والسادة المشاهدين نتوجه إلى مركز الحوار العربي بالعاصمة الأمريكية واشنطن لنحضر هذه الجلسة الخاصة بتأبين الدبلوماسي العربي الكبير والمفكر والسياسي العربي الكبير الراحل كلوفيس مقصود thank you كان رجل غير عادي غير طبيعي ظاهرة ظاهرة تاريخية فعلا لا للعالم العربي وللبنان وللإنسانية جمعاء تربطني فيه علاقة علاقة صداقة عروبي ودينه المواطنة مواطنة التساوي مع كل الناس ليس هنالك فرق بين مذهب ومذهب وبين دين ودين وبين طائفة ومطائفة كل سواء المواطنة كلها سواء القيم القيم مدنية يتحرك على أسس حضارية وليس على أسس طائفية أو مذهبية أو أو أهم بصماته في تقديري هو أنه تمسكه بالمبدأ كلوبيس لم يتزحزح عن المبدا اطلاقا كان قوميا حقيقيا عربيا حقيقيا وقبل واهم من ذلك كله كان تقدميا بوصلته كانت دائما تتجه نحو فلسطين فلم يضيع الامل على الاطلاق هو كان رجل فكر بقدر ما كان استاذ في الجامعه، بقدر ما كان رجل فكر مؤلف دبلوماسي وسياسي مثل جامعه الدول العربيه في الامم المتحده مثلها بشرف وبقوه وبعقلانيه كان مؤثر جدا في وجوده بالجامعه العربيه كسفير وكسفير للجامعه في الامم المتحده. هو كان من الاشخاص اللي بيآمنوا في العروبه بشكل انه يعبر عنها ويقول العروبه مواطنه. ليست هي جنسيه، ليست هي عرقيه، ليست هي دينيه، هي مواطنه. فعاش المفهوم المواطنه في كل ظواهر حياته، في كل كتاباته و في كل أفكاره وحتى اللحظة الأخيرة، رغم كل الظروف التي تم يمر فيها العالم العربي، ظل متفائل أن مستقبل العالم العربي من خلال العروبة والعروبة التي تشمل الوحدة وبنفس الوقت التنوع. بعد العملية توقف قلبه وكان ما زال في المستشفى في وفي نقله إلى غرفة العناية المكثفة فأسعفوه بيديهم لمدة عشرين دقيقة حتى عاد قلبه إلى ما كان عليه وإذا به يعود إلى كامل فرحه وبهجته ونكاته وخطابه هذا الرجل بنبوغه وتميزه بفكره وثقافته كان محطه لانظار الكثير من قاده العالم والعرب مثل آه كمال جنبلاط جمال عبد الناصر ياسر عرفات انديرا غاندي نهرو تيتو وكذلك بعض المثقفين والشعراء مثل نزار قباني وعمر ابو ريشه و فيروز وأم كلثوم